عن مساندتنا ودعمنا لهم في الدفاع عن حقوقهم ومطلبهم المشروع حتى انتزاعه. كما نستنكر استمرار السياسات الهادفة لضرب مكتسبات تاريخية للشغيلة وسلعنا التعليم وضرب المجانية ومؤسسة الهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد. وبالمناسبة نطالب بإدماج هذه الفئة ألا وهي الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. كما ندعو إلى الإصرار بإقرار نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز لجميع الفئات العاملة بالقطاع في إطار القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بمن فيهم المكرهين على التعاقد. وشكرا.